السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا ثالث سنقوم بإكمال درس قراءة الساعة. لنبدأ. أرسم عقربي الساعة في المكان المناسب لأتمكن من تحديد الوقت. الساعة 6:10. أقوم برسم العقرب الصغير عند 6 والكبير يا ثالث عند 2 هنا. أي أن العقرب الكبير تحرك 10 دقائق. 8:15. نضع السهم الصغير عند 8 والربع تعني أي 15 دقيقة. العقرب الكبير عند 3. أن العقرب الكبير تحرك 1/4 ساعة. الآن أكتب الأرقام الصحيحة على الساعة تبعاً للزمن المدون تحتها. يا ثالث هنا تسمى الساعة الرقمية. 2:25. نقوم بكتابة 2:12 هنا. الساعة أي أنها الساعة 2:25 هنا. الساعة الرقمية يا ثالث نكتب الساعات على الجهة هنا، والدقائق تكتب في الجهة الأخرى. 7:15. نقوم بكتابة 7 هنا، والثلث تعني 20 دقيقة. نكتبها عند الدقائق الساعة الرقمية. الآن فكر، تبدأ الحصة الأولى 8:00 صباحا، فإذا كان زمن الحصة 45 دقيقة، اكتب الوقت الذي يدل على انتهاء الزمن الحصة الأولى. نكتب الوقت، تنتهي الحصة الأولى يا ثالث 9:50 إلا ربع، وتكتب الساعة الرقمية 8:45. انتهينا يا ثالث اليوم من تكملة الدرس. إن شاء الله الحصة الجاي سنقوم بحل تمارين ومسائل الدرس. إلى اللقاء.